بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم مع درس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء، وما زلنا مع الباب الخامس عشر سورباسو التجاوز. الدروس السابقة خدنا مناورة التجاوز منوفرة دي سورباسو، خدنا بريما دي فاري اونا سورباسو قبل القيام بمناورة التجاوز ماذا يجب علينا فعله، وكمان خدنا كومي سيفا اونا سورباسو كيف تتم عملية التجاوز، واتكلمنا كمان على كومبورتامينتي ديل فيكولي كي فيني سورباساتو او كي كوزا دي فيفاري الفيكولي الفيكولي دي سورباساتو، ما الذي يجب أن تفعله العربة التي يتم تجاوزها. كلمنا أيضا على الاسباسيو نيشيساريو إلى مونوفرا دي سورباسو، المسافة المطلوبة لعمل التجاوز، وأيضا البريكولو دي مونوفرا دي سورباسو مخاطر التجاوز. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على سورباسو أليسترا، كيف يكون التجاوز على اليمين، أو متى يكون التجاوز على اليمين مسموح له. يبقى النهاردة هنشوف التجاوز سورباسو أديسترا، كيف نتجاوز من على اليمين، الحالات التي تسمح لي بالتجاوز من على اليمين. كواندو سيبو سورباساري أديسترا، متى يجب علينا التجاوز من ناحية اليمين. طبعا احنا عارفين ان الطبيعي والنورمالي بتاع السورباسو ان التجاوز دايما بيكون من على الشمال، السورباسو سيمبر سينسترا، ولكن في بعض الاستثناءات بيكون فيها التجاوز من ناحية اليمين ديسترا. هنشوف اول حالة من الحالات اللي هي بتسمح لي انني اعمل السورباسو من ناحية اليمين. بيقول لي واحد، كواندو الفيكولي دافانتي انو مسو لا فريتشا بير جيراري اسينسترا. الحالة الاولى من الحالات اللي بيكون فيها التجاوز على اليمين مسموح لي، لما يكون العربة اللي قدام منك عطية إشارة الانعطاف يسارا، زي ما احنا شايفين اهوت معانا العربية هي عملت السورباسو من ناحية اليمين. ليه؟ لأن الفيكولو دافانتي ماسو لا فريتشا بير اسفولتا سينسترا، بير اسفولتا سينسترا، يبقى في الحالة ديت أني ممكن أعديه أعمل له تجاوز من ناحية اليمين. يبقى أعدي من اليمين إمتى؟ لما يكون العربة التي أمامي أعطت إشارة بالانعطاف ناحية اليسار. ده بالنسبة للحالة الأولى من حالات الانعطاف، من الحالات التجاوز من على اليمين. طيب هل في حالات تانية؟ أيوة في حالات تانية. الحالة التانية اللي بتسمح لي أنني أنعطف يمين، أنني أعمل تجاوز السورباسو من ناحية اليمين، قال لي كواندو سيتشي أونا استرادا سينسا أونيكو، لما تكون ماشي في استرادا سينسا أونيكو، طريق باتجاه واحد، أنا ماشي في استرادا باتجاه واحد. كواندو سي أونا استرادا سينسا اونيكو الفيكولي كيتشي دافانتي انو مسو لا فريتشا بير سوستاري او بير فيرمارسي سوليتو سينسترا. ماشي في طريق ذو اتجاه واحد والعربية اللي قدام مني اعطت اشارة ان هي هتركن على الشمال او هتعمل سوستا على الشمال او هتعمل فورماتا على الشمال. في الحالة ديت انا بعمل لها تخطي وبعمل لها تجاوز من على اليمين، يبقى مسموح لي انني اعمل في الحالة ديت سورباسو اديسترا. يبقى كواندو شيتسي اون استرادا سينسا اونيكو الفيكولو كيتشي دافانتي انو مسو لا فريتشا بيرسو ستاري، ان هو عايز يقف، اعطاك اشاره ان هو عايز يركن على الشمال او يقف فرمارسي
سوليتو سينيسترا على الجانب اليمين من الطريق، على الجانب الشمال من الطريق، أنا بعمل له تجاوز، بعمل له سورباسو من على اليمين، مسموح لي في هذه الحالة إنني أتجاوزه لو هو عطى الإشارة إن هو يقف على شمال الطريق. يبقى العربية هتعمل انعطاف يسارا، أتجاوزها من على اليمين. العربية اللي هي عطت إشارة إن هي تركن على الشمال، أنا ممكن أعمل لها تجاوز على اليمين. الحالة الثالثة أيضا من الحالات اللي بتسمح لي إنني أعمل السور باسو ديسترا، قال لي كواندو تشي أون ترام الترام اللتو ديسترا أونا سباسيو سوفاتشينتي، لما تكون الترام واقف في المحطة وعندي مسافة كافية، وعندي إيه؟ مسافة كافية على اليمين. المسافة اللي على اليمين بتاعة الكراجاتا المسار أو الطريق بتسمح لي إنني أقدر أعمل التجاوز من ناحية اليمين. ما احنا شايفين اهوت، ادي الترام ماشي في نص المسار، ولكن في سباسيو اهوت في مسافة كافية انني اقدر اتجاوزه من على اليمين، لان الترام له حالتين اتنين من الحالات اللي انا اقدر اعمل لها سورباسو من على اليمين. الحالة الاولانية لو الترام ماشي في نص المسار وكان فيه مسافة كافية من ناحية اليمين، اقدر في الحالة ديت اعمل له السورباسو، اعمل له التجاوز من ناحية اليمين. ده بالنسبة للشرط الثالث من الشروط التي يجب ان تتوفر للانعطاف لعمل السورباسو، التجاوز من على اليمين. في حالة كمان رابعة واخيرة اللي هي بتسمح لي انني اعمل السور باصه من على اليمين، ايضا لما يكون الترام ماشي كواندو تشي اون ترام فيرمو، الترام واقف في المحطة بتاعته علشان خاطر ايه؟ ينزل او يركب ناس ترام. كواندو تشي اون ترام فيرمو بير ساليري تشيندري باساجيري كي تشي السالفاتشينتي كي تشي السالفاجنتي، لما يكون الترام واقف في المحطة بينزل الركاب أو بيركب الناس، بس بشرط يكون متواجدة السالفاجنتي اللي هي المنطقة الآمنة للراجلين. يبقى لو ما كانش المنطقة الآمنة للراجلين اللي هي التل دوار دوت أو الرصيف ده هوت اللي بيقف عليه الباساجير الركاب اللي هم هيركبوا أو هينزلوا من الترام، لو ما كانتش موجودة الحتة ده هي، يبقى ممنوع إن احنا نعمل السورباصو من على اليمين. يبقى في حالة واحدة بس لما تكون السالفاجنت موجودة، ستشي السالفاجنت، يبقى مفيش الرصيف ده هو اللي هو بيعزل الترام أو بيعزل الترام على المسار أو على الطريق من ناحية اليمين، فأنا بعمل السور باصو. لو مفيش يبقى ما ينفعش نعمل مناورة السور باصو أديسترا. يبقى السور باصو كواندو سيبو سور باصاري أديسترا عندي أربع حالات. الحالة الأولى كواندو الفيكولو دافانتي هانو ماسو لافريتشا بير جيراري سينسترا، لما يكون العربية اللي قدام حضرتك عطت إشارة إن هي هتنعطف ناحية اليسار، الحالة هي قدام مني هي. الحالة التانية كواندو سو اونا استرادا سينسا اونيكو الفيكولو كيتشي دافانتي ماسو لافريتشا بير سوستاري او بير فيرمارسي سوليتو سينسترا، لما يكون العربيه اللي قدام منك عطيت اشاره ان هي هتركن على على يسار الطريق او تقف على يسار الطريق، في الحاله ديت انا بقدر اعمل لها السور بصو من على اليمين. عندي كمان الحاله الثالثه، قلنا كواندو تشي ترام، الترام له حالتين اتنين لوحده، كواندو تشي اون ترام تري الترام اللتو ديسترا تشي اون سباسيو سيفاتشينتي، لما يكون المسافة الكافية اللي على اليمين بتعمل السور باصو التجاوز، فأنا بقدر أتجاوزه. الحالة الرابعة من الحالات السماح بالتجاوز من على اليمين كوندو تشي اون ترام فيرمو برساليري أو برتشيندري لباساجيري تشي السالفاجينتي، بشرط يكون متواجدة المنطقة الآمنة للراجلين.
دول الأربع حالات من حالات التجاوز أو السماح بالتجاوز من على اليمين. نشوف بعض من نماذج الأسئلة اللي ممكن تيجي على هذا الجزء اللي هو سور بصاري أديسترا، سور بصاري أديسترا اللي هو التجاوز من على اليمين. لا مونوفرا دي سور بصاري أو لا مونوفرا دي سور باسو دي في إسري إسيجويتو أديسترا سي الكوندشينتو دول فيكولي دي سور باساري هانو سينيالاتي هانيو سينيالاتو ان انترسيوني فالوري اسفولتاري اسينسترا. لما يكون السواق عايز تعمل يجب التجاوز على اليمين، اذا كان السائق العربه اللي احنا عايزين نعملها تجاوز اعلن عن رغبته في الانعطاف يسارا، لابد ان هو يكون العربيه اللي قدام منك عطيت اشاره أو عطت علامة إن هي هتحود أو هتنعطف ناحية اليسار، فأنا في الحالة دي بعمل السور باسو من على اليمين. إلى منوفرا دو سور باسو دي في إسري سيجويتو أديسترا سي لاسترادا سينسا أونيكو الكونديشينتو ديل فيكولو دي سور باسو هانو سينيالاتيكا الانترسيوني دي فالوري أكوستاري أسينسترا. يبقى هنا العربة يجب على التجاوز على اليمين إذا كنا في الطريق باتجاه واحد وكان سائق العربية التي نريد تجاوزها أعلن أيضا عن رغبته في التوقف على يسار أو على جانب الطريق من ناحية اليسار. سي الترام أو فول بوس سونو فيرمو لا مونوفرا دو سور باسو بيو افتوارسي اديسترا سي استيستا ال سالفاجنتي سي تشي السالفاجنتي سي الترام او الفول بوس سواء كان الترام او سواء كان الفول بوس سونو فيرمو لو كان الترام او الفول بوس واقفين في على المسار في منتصف المسار دي سور باسو بيو افتوارسي اديسترا ممكن نعمل المنوفرة بتاعت الانعطاف يسارا بشرط سي تشي السالفاجنتي. سي تشي السالفاجنتي يعني اذا كانت متواجده المنطقه الامنه للراجلين، بدون تواجد المنطقه الامنه للراجلين ما ينفعش نكون السور باسو من على اليمين. سؤال اخر سي الترام او فول بوس سونو فيرمو لا مانوفرا سور باسو نون بو فيتوارسي اديسترا سي مانكا السالفاجنتي. نفس الحكايه بالظبط قلت لك اهوت بس بصوره منفيه، ان اذا كان الترام او الحافله الكهربائيه متوقفه اللي هو الفول بوس متوقفين فلا يمكن ان انا اعمل لهم سور باسو من غير اذا كانت السلفاجنت المنطقه الامنه للراجلين غير متواجده. في الحاله دي انا ما اقدرش اعمل السور باسو للترام ولا الفول بوس من على اليمين لو ما كانتش المنطقه الامنه للراجلين سي مانكا السالفا جينتي المنطقه. يكون احنا كده خلصنا، يكون السور باسو ممنوع كواندو السور باسو فيتاتو. في عندي بعض الحاجات اللي بتمنع انني اعمل السور باسو، هنشوف مع بعض الحالات اللي هي ممنوع فيها السور باسو او التجاوز. اول حاله معايا كواندو تشي السينيالي دي ديفيتو دي سور باسو، لما تكون موجوده الاشاره بتاعت ديفيتو دي سور باسو اشاره منع التجاوز. لما بشوف على الطريق الاشاره بتاعت ديفيتو دي سور باسو ممنوع التجاوز، سواء كانت الاشاره اللي هي الدايره الحمراء اللي فيها صوره عربيتين عربيه حمراء وعربيه سمراء، او الدايره الثانيه اللي فيها العربيه والاوتو كاميون. تمام كده؟ يعني ممنوع تجاوز عربه لعربه وممنوع تجاوز عربه لشاحنه او العكس. ايا كان اشاره المنع اللي موجوده فده معناته ان ممنوع نعمل السور باسو. يبقى كواندو تشي سينيالي دي ديفيتو دي سور باسو عند وجود الاشاره بتاعه ممنوع التجاوز، دي الحاله الاولى اللي بيمنع فيها السور باسو. حاله تانية من الحالات اللي بنمنع فيها السور باسو او السور باسو بيبقى ممنوع كواندو تشي لا لينيا كواندو تشي لا لينيا كونتينوا انكي نيل كازو دي سمافرو اي ديل باساجو اليفيلو.
برضو هنا لما يكون عند الخط اللي في النص خط ريجا بيانكا كونتينوا او دوبيو ريجا بيانكا كونتينوا، سواء كان خط واحد او خطين اتنين متصلين، ممنوع ان احنا نعمل السور بصه، وخصوصا عند تواجد اشارة ضوئية او عند معابر اجتياز السكك الحديدية. الخط الابيض المتصل دوت او سواء كان خط واحد او خطين بيبقى موجودين دايما قرب الاشارة الضوئية او قرب معابر السكك الحديدية، قرب سمافرو او قرب امباساجو اليفيلو، يبقى ممنوع نعمل السور بصه. حالة تالتة من الحالات اللي بتمنع ان احنا نعمل السور بصه، زي ايه؟ كواندو نونسي فيدي بينا. كواندو نونسي فيدي بينا يعني لما تكون الرؤية محدودة او الرؤية معدومة او الرؤية غير واضحة بسبب وجود شبورة او بسبب وجود الضباب او بسبب جو في غيمة ما بتشوفش قدام حضرتك على مسافة 10 امتار. ففي هذه الحالة من المستحسن ان احنا ما نقومش بمناورة السور بصه التجاوز زي ما احنا شايفين اهيت هنا، ما ينفعش ابدا لان ما اقدرش اشوف العربيات اللي جاية من الاتجاه المعاكس، ففي هذه الحالة بيكون السور باسو فيتاتو ممنوع. حالة رابعة من الحالات بتاعت منع التجاوز كواندو نونشيل سباسيو. كواندو نونشيل سباسيو يعني لما يكون مش موجودة او المسافة الكافية غير موجودة، المسافة اللي تقدر تعمل فيها السور باسو بأمان غير كافية. عندك في عربية هي جاية من الاتجاه المعاكس مش عطيالك مسافة كافية انك تقدر تقوم بمناورة التجاوز، يبقى طالما المسافة غير كافية يبقى بيمنع عمل السور باص. لما تكون العربية على مسافة بعيدة يبقى قدامي مسافة كافية ان انا اقدر اقوم بالتجاوز وادخل الممر اللي على اليمين بتاع السير العادي. ده بالنسبة للجزء او الشرط الرابع اللي بيمنع التجاوز. في كمان عندي شرط اخر بيمنع التجاوز، كواندو سي سوبرنا اونا فيكولي كستاجا فاتشاندو اونا سورباسو سي تشي باسو نيلاترا ميتي دي سترادا. يعني ممنوع لتجاوز عربة تقوم هي الاخرى بالتجاوز، ما اقدرش اقوم بالتجاوز وفي عربية تانية اي ما هي راخرة بالتجاوز او عاطية اشارة ان هي تقوم بالتجاوز، زي ما احنا شايفين اهي العربية الخضراء عاطية الفريتشة اهي مشغلة انديكاتور ديريسيوني فريتشة سينسترا ان هي تقوم بالتجاوز، العربية الحمراء ممنوع هي الرخرة تقوم في نفس الوقت او في نفس التوقيت بعمل منوفرة السور بص، يعني تتجاوز عربيتين في توقيت واحد او عربيتين اتنين يقوموا بالمناورة في نفس الوقت، ده ممنوع. طالما العربية اللي قدام منك عطت إشارة إن هي هتعمل المنوفرة بمنوفرة السور باصو يجب عليك إنك تنتظر لغاية لما تكمل هي المناورة بتاعتها، وبعد كده تقوم حضرتك بعمل المناورة بتاعة السور باصو، لكن ما تقومش بمناورة سور باصو وفي عربية أخرى عاطية إشارة إن هي هتقوم بنفس المناورة. ده الشرط رقم 5. في عندي كمان شرط آخر من الشروط اللي بتمنع السور بصه او بيكون السور بصه ممنوع، زي ايه؟ نيلكورفو. نيلكورفو دوبيو سينسا كون دو سولو كورسيا. نيلكورفو دوبيو سينسا كون دو سولو كورسيا، يعني في المنعرجات او المنحنيات باتجاهين وممرين للسير ممنوع نعمل السور باصو. عند المنحنيات اهي طريق باتجاهين دو كرسية اتجاهين اتنين كل كرسية لها اتجاه للسير ممنوع منعا باتا عمل السور باصو. يبقى ان الكورفو دي نيلكورفو اي دوبيو سينسو اي كون دو سولو كرسية ممنوع تعمل تجاوز عند المنعرجات او عند المنحنيات، سواء وخصوصا إذا كان الطريق باتجاهين وممرين
فقط للسير، يبقى ممنوع تعمل السور بص، لان ديت فيه خطورة، بحيث ان الرؤية بتكون مش واضحة ومش هتقدر تشوف بالظبط العربية اللي جاية من الاتجاه المعاكس عند المنحنيات. ده رقم 6. في عندي كمان شروط اخرى من شروط اللي بتمنع السور بص، معانا هنا هو الشرط رقم 7، نيل تراتو ان ساليتا دي دوسو سوسترادا دوبيو سينسو كون سولو كورسيه. زي ما احنا شايفين اهو الساليطه هي المطلع يا شباب. هنا بيقول لي في حاله وجود المنعرجات، في حاله وجود المنعرجات المنحنى باتجاهين وممرين فقط عرفناها. هنا كمان بيقول لي نيل تراتو نيل استرادا، تراتو الاسترادا ان ساليطا، يعني هنا عند ايه؟ عند المطلع، ساليطا يعني مطلع اهو. كون دوسو سوسترادا دوبيو سينسا كون سولو كرسي، عند المطلع او مطب اهو، دي هنا عباره عن اون دوسو او اون ساليطا كون دوسو، مطلع بمطب يا شباب. هنا ايضا يمنع عمل السور بصو عند التراتو دي استرادا او تراتو انساليتا دي دوسو، تراتو انساليتا دي دوسو يعني عند المرتفعات او عند المطبات اللي فيها مرتفعه، مطبات مطلع اهوت بمطب، مطلع بمطب ممنوع اعمل فيه السور بصو التجاوز. نشوف حالات أخرى من حالات منع التجاوز. كواندو الفيكولي ديريتو أو دافانتي هانو جامسو لفريتشا بير سورباساري، برضو عندي حالة رقم 8، في حالة إعلام العربة الموجودة أمامك أو خلفك، سواء كانت العربية اللي قدام منك أو العربية اللي وراك، عطية إشارة إن هي هتقوم بمناورة التجاوز، يبقى ممنوع ان احنا نعمل مناورة تجاوز الا لما هي تخلص. يبقى كواندو الفيكولو دريتو او دافانتي، كواندو الفيكولو دي ديترو او او دافانتي هانو جامسو لا فريتشا بير سورباسو او بير سورباساري، يعني في حالة اعلام العربة اللي قدام او العربة اللي ورا بإن هي هتقوم بمناورة التجاوز، يبقى ما نقومش إحنا الأخرين بالمناورة معاها في نفس الوقت، ممنوع أيضا تقوم بهذه المناورة. وإذا كانت في عربية قدام حضرتك أو عربية وراك قايمة بنفس المناورة بتاعت التجاوز. نشوف حالة رقم 9 من حالات منع التجاوز. كواندو الفيكولي دافانتي هاجامسو لفريتشا بير جيراري اسينسترا، كواندو الفيكولي دافانتي جامسو لفريتشا بير جيراري اسينسترا، في حالة تشغيل العربة الموجودة أمامك إشارة الاتجاه للانعطاف يسارا، العربية اللي هتحود يسارا ما ينفعش ان احنا نعمل لها سور بصه من على اليسار، العربية اللي هتقوم بمناورة الانعطاف يسارا، العربية اللي هتحود شمال ما ينفعش انني اعمل سور بصه شمال، يبقى في هذه الحالة السور بصه هيكون مسموح لي بس من على اليمين، الشمال هنا يبقى غلط. العربية هي الخضراء عاطية إشارة إن هي تحود شمال، يبقى السور بصو في هذه الحالة بيكون ممنوع من على الشمال، لكن ممكن أقدر أقوم به من على اليمين. طالما العربية عاطية إشارة اتجاه ناحية الشمال، يبقى السور بصو في هذه الحالة على اليمين وليس على الشمال، ناخد بالنا قوي من الجزئية ديت. طيب عندي كمان حالة رقم 10 من الحالات اللي بيمنع فيها عمل السور بصو التجاوز. سولا كورسية اتشيرلاسيوني او كورسية دي شيرلاسيوني دي اوتوسترادا، سواء كان ممر التسريع او ممر التبطيء اللي هو تخفيف السرعة او تسريع السرعة على الاوتوسترادا، الممرات دهيت ده ممر اهو يا شباب، ممر الدخول في الاوتوسترادا، ممر تسريع، كورسية دي الشيرلاسيوني
او الكرسيه اللي هي بنخرج منها من الاوتوستراده اسمها كرسيه ديس شيرلاسيوني، اللي هي ممر التبطيء او ممر الخروج من او تخفيف السرعه بتاع الاوتوستراده. هنا ايضا في الحالتين دولت سواء كان ممر تسريع او ممر تبطيء ممنوع ان احنا نعمل السور بص في هذه الحاله. التجاوز عند ممرات التسريع وممرات التبطيء في مداخل ومخارج الاوتوستراده ممنوع نعمل السور بص في هذه الحاله. السور بص بيكون ممنوع يا جماعه، ممنوع السور باسو عند كرسية دي الشيرلاسيوني وعند كرسية دي ديشيرلاسيوني سول اوتوستراده، ممنوع تعمل السور باسو. في عندي كمان حالات تانية، ايوه في حالات تانية. الحالة رقم 11 من حالات منع التجاوز، كواندو تشي اونا جروسو فيكولي دافانتي، كواندو تشي اونا جروسو فيكولي دافانتي كي نون في فيدي بينا، كينون فيدي بينا، يعني لما تكون انت ماشي قدام عربيه كاميون او عربيه شايله حموله كبيره مثلا وحاجبه عنك الرؤيه، ما انتش شايف اللي جاي من الاتجاه المعاكس. في هذه الحاله بيكون السور باصه ممنوع، بيمنع على حضرتك انك تقوم بمناوره التجاوز لو كنت ماشي ورا عربيه حجمها كبير، سواء كانت عربية شاحنة كبيرة أو محملة بضائع وحجب الرؤية مش شايف اللي جاي من الاتجاه المعاكس. كواندو الفيكولو دافانتي ها كواندو الفيكولو دافانتي جامسو أو كواندو الفيكولو دافانتي جروسو كواندو تشي اون جروسو فيكولي دافانتي كواندو تشي اون جروسو فيكولو دافانتي، يعني لما يكون العربية اللي قدام مني كبيرة او ضخمه ومش قادر انني ننفذ بين الاتجاه الاخر، ما اقدرش اشوف العربيات اللي جايه من الاتجاه الاخر، فعلشان كده بيمنع عمل السور بصه في هذه الحاله. هل في عندي حالات اخرى من حالات منع التجاوز؟ ايوه في عندي حالات اخرى بيمنع فيها التجاوز، زي ايه؟ نيل الكروتشو، نيل الكروتشو عند التقاطعات، اهي حاله من حالات منع التجاوز، نيل الكروتشو سينسا سمافرو او سينسا فيجالي عند التقاطعات اللي هي غير منظمه باشاره ضوئيه او غير منظمه برجل المرور او شرطي المرور اللي هو الفيجالي. يبقى هنا عند هذا التقاطع ممنوع اعمل تجاوز، ممنوع عمل التجاوز. نيلين كروتشو سينسا سمافرو، خد بالك كروتشو سينسا سمافرو، يعني مفيش اشاره ضوئيه بتجبرني ان انا اقف، مفيش شرطي مرور بيجبرني ان انا اقف. يبقى عند التقاطعات اللي هي غير منظمه باشارات ضوئيه او بشرطي مرور يمنع في هذه الحاله انك تقوم بالمنوفره دي سور باسو. تمام كده يا شباب، الحالات دي كلها لابد ان احنا نحفظها. الحالة اللي بعد كده عندي من حالات منع التجاوز نيل كواندو تشي الترام، كواندو تشي الترام، وبعدين ما عنديش السالفاجينتي، كواندو تشي الترام فيرمو نون تشي لا سالفاجينتي، كواندو الترام فيرمو برونون شي سالفاجينتي، لما يكون الترام واقف ولكن المنطقة الآمنة للراجلين غير موجودة، اللي هي التلتوار أو الرصيف، الحتة دهيت اللي بيقف عليها الركاب سواء كان اللي نازلين ولا اللي طالعين، مش موجودة، يبقى هنا التجاوز فيتاتو، فيتاتو سور باسو كواندو ترام فيرمو ومانكا سالفاجينتي، سالفاجينتي موجودة يبقى عندك تقدر تقوم بالتجاوز، سالفاجينتي مش موجودة يبقى ما نقدرش نقوم بمنوفرة بتاعة السور باسو. عندي حالة أخرى من حالات منع التجاوز ودي برضو مهمة جدا، إيه هي؟ كواندو الفيكولي، كواندو الفيكولي دافانتي سي إي فيرمو بيرفاري بصاري أم بدوني، كواندو الفيكولي دافانتي سي إي فيرمو بيرفاري بصاري أم بدوني، أم بدوني بيعدي على الخطوط بتاعت معابر الراجلين ادفرسامينتو بيدونالي
او سواء كان بيعدي خارج الحدود، ما تفرقش، هو في كلتا الحالات له الاولويه، سواء كان بيعدي من على الخطوط او بيعدي خارج الحدود، في كلتا الحالات ممنوع ان عربيه كانت واقفه علشان تعطي البريتشيدنسا للبيدوني وتيجي عربيه تانية اللي هي الحمراء وعايزه تعمل السور باص، ودي مصيبه كبيره، وديت على طول فيها سحب ابناط من الرخصه، ولو انت بتمتحن العملي يبقى ايه؟ يبقى عليه العوض. يبقى هنا كواندو الفيكولو دافانتي سي فيرمو برفاري بصاري وامبيدوني ما ينفعش انك تعمل مناوره بتاعه السور باصو وتعمل تجاوز للعربيه اللي واقفه علشان خاطر تعدي البدوني. الحالة دي يا شباب حالة خطيرة جدا، ما ينفعش حد يعملها. تمام كده، ده كل الحالات. عندي كمان اهيت، في عندي عربة برضو ممنوعة ان هي تعمل السور بارسو كواندو الفيكولو فيرمونس في السنافرو، لما يكون العربية واقفة في إشارة ضوئية، وأنا قلت العربية واقفة عند تقاطع بدون إشارة ضوئية أو بدون عسكري مرور ممنوع التجاوز. طيب لما تكون بقى المصيبة تبقى كبيرة، لما تكون عربية واقفة في الانكروتشو أو عند السمافرو وبعدين تيجي عربية أخرى تعمل إيه؟ تعمل سور باصو للعربية اللي هي واقفة عند الإشارة أو تعدي الخط الأبيض وعاوزة تعمل تجاوز للعربية اللي واقفة الأولى قبل الصمافة، ممنوعة عندما تكون العربة متوقفة في إشارة المرور. هنا ما ينفعش نتجاوزها ونعدي الخط اللي في المنتصف، ما ينفعش تجاوز عربة واقفة في إشارة ضوئية ونعدي الخط بتاع الوسط، سواء كان خط، ودايما الخط اللي بيبقى موجود قبل السنافرو بيبقى خط متصل، ممنوع في هذه الحالة انك تقوم بمنوفرة دي السور باصو. يبقى حالة أخرانية اللي هي أيضا ممنوع إنك تعمل التجاوز عند معابر اجتياز السكك الحديدية، لو سواء كان المعبر بحاجز أو بدون حاجز، كون بارييره أو كون سيما بارييره أو سينسا بارييره، ممنوع نعمل السور باصو التجاوز. دول عبارة عن 15 حالة من الحالات اللي بيمنع فيهم عمل السور باصو التجاوز. يبقى كده احنا خدنا الجزء رقم 8 اللي هو كواندو سورباسو فيتاتو، امتى بيكون التجاوز ممنوع. وطبعا الاسئلة اللي هتجيلي على هذا النوع من هذه الجزئية هتكون كلها بتدور حوالين هذه الفكرة، يعني ال 14 نقطة هيبقوا كلهم مواضيع في الأسئلة. يعني على سبيل المثال السور باسو فيتاتو ان كازا دي سكيرس فيزيبيليتا، يعني هنا السور باسو ممنوع في حالة الرؤية المحدودة أو المعدومة. طبعا انت خدتها من ضمن الحالات اللي بيمنع فيها التجاوز، ان يكون السور اللي يكون الرؤية محدودة، ان تكون الرؤية ايه؟ محدودة. يبقى على طول هنقول له ايه؟ فيرو سور باسو فيتاتو ان كازا دي سكيرس فيزيبيليتا، في حاله الرؤيه المحدوده بيكون السور باسو ممنوع. طيب هنا كمان ايفيتاتو سور باسو ديل فيكولو فيرمو الباساج ديل فيلو سي بيزونيا امبنياري لا سيما كراجاتا ابوستو، هنا برضو يمنع تجاوز عربه متوقفة عند معابر اجتياز السكك الحديدية، حتى لو تطلب ذلك منك انك تخرج عن الخط اللي في المنتصف او في الاتجاه المعاكس، ممنوع نعمل التجاوز عند الباساجو ليفيلو اللي هي معابر اجتياز السكك الحديدية. تمام كده؟ طيب هنا اوبليجاتوريو اشيرتارسي بريما دي فتواري اونا مونوفرا دي سورباسو كينون سي كي نون سي فيدي سينيالي دي فيتو، يعني لما تكون عايز تقوم بمناورة التجاوز
يجب عليك إنك تتأكد تماما إن مفيش أي إشارة أو علامة بتمنع التجاوز، زي سواء كان الخط المتصل اللي في النص أو سواء كان الإشارة بتاعت سينيالي ديفيتو دي سينيالي ديفيتو اللي هي الدايرة الحمراء اللي فيها العربيتين الاثنين الحمراء مستمرة أو الشاحنة والعربية. في هذه الحالات ممنوع نعمل التجاوز. يعني لو قال لي كمان السورباسو فيتاتو ان لابروسيميتا دي دوسو سوسترادا دو كورسيه او دوبيو سينسا دي مارشا، يعني بيمنع التجاوز عند المطبات في طريق بممرين واتجاهين، ممنوع نعمل السورباسو. يبقى هنا الأسئلة كلها زي ما أنا قلت كلها بتدور حوالين هذه الفكرة، أنت بتحفظ ال 14 أو ال 15 حالة بتوع حالات منع التجاوز علشان لو جالك فيهم أي جزئية تقدر تحلها. السور بصه الباب ال 15 باب مهم لابد إن احنا ناخد بيه اللي هو ال 15 وال 14، الباب ال 14 البريتشيدنسا والباب ال 15 السور باسو مهمين جدا قوي وفي نفس الوقت سهلين ونقدر نستوعبهم في اقل وقت. احنا بنشكر حضراتكم على حسن الاستماع وحسن المتابعة، وبحب انوه ان ان شاء الله باذن الله هجيب لكم الاسئلة اللي بتيجي في هذه الجزئيتين اتنين اللي هو الباب ال 14 والباب ال 15 وهنعمل لهم ملف خاص بهم، هنجمع الاسئله اللي بتيجي في اغلب الامتحانات علشان برضو خاطر الناس تقدر تبقى عندها خلفيه على شكل اسئله الامتحانات، يعني ما تتوهش نفسك في المتاهه ديت، الاسئله كتيره والكتاب كبير والمنهج كله الكم الهائل دي كلها من المعلومات، ازاي هقدر الم الكلام ده كله؟ موضوع صعب وشاق، ولكن انا قلت لك ان شاء الله هجيب لك المفيد اللي يخلص معاك ويجيب من الآخر بإذن الله. شكرا لكم وحتى ألقاكم في درس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. لكم مني خالص المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.